بالصلاة مستمرين لنواكب نجومنا الرياضيين وبتحلى الحوارات على إيقاع التمارين والمباريات وبحلقة جديدة من البرنامج الأسبوع المتخصص بكرة السلة الباسكت بريك. حلو النجم لما بيتحول لمدرب، والأحلى لما بيكون مدرب ناجح، والأروع لما بيحقق بطولات وبيحصد نجاحات وبسرعة قياسية بيقدر بيبني أجيال وبيعمل مشاريع أبطال. أي حكاية مدرب شاب وطامح وناجح، مشروع مدرب وطني من شباب هالبلد اللي هو الكابتن أشرف دركزلي. شكرا لك، شكرا كثير. الكابتن أشرف، مبروك المركز الثالث على مستوى القطر بفئة الناشئين لكرة السلة. يمكن هي من المرات القليلة لنستضيف مدرب فريق حائز على المركز الثالث. نحن دائما من توجه الأنظار أو دائما الإضاءة على المركز الأول، ولكن بيسوى نوقف عند هالنادي، بيسوى نوقف على هالشيء هذا اللي انعمل، لأنه حقيقة إنجاز من نادي خلينا نقول فئات عمرية اشتغلت من بساطة، اشتغلت من ملعب مكشوف، قدرت تصل للمنافسة على مستوى سوريا، قدرت تقصي أندية كبيرة إلى اسم وإلى عراقة. فمشان هيك بنقول له مبروك هالإنجاز. الله يبارك فيك يا رب، شكرا لك. شلون عملتوا المركز الثالث على مستوى القطر؟ قديش عمر هالفريق؟ قديش انشغل عليه؟ هلا اول شيء شكرا كثير على المقدمه الحلوه اللي اعطيتنا اياها. والفريق كثير انتعب عليه بصراحه، الفريق عمره سنه ونص. وقت استلمته ما كان باحسن حالاته، وقت استلمته كان في بطوله دمشق التحضيريه، فكان هو ترتيبه الخامس من 6 فرق. خلال شهر بتقدر تقول كان في اعجاز بشغلنا، يعني خلال شهر، وكان وقت التمرين برمضان. كانوا يرجعوا اللعيبة الساعة 2 بالليل على بيوتهم. على بيوتهم. اي نعم، كنا كثير مكثفين التمرين بشكل هائل. بالنادي عم تتمرن؟ بالنادي طبعا. وعلى الملعب المكشوف؟ على الملعب المكشوف. بعد بشهر بناخذ بطولة دمشق، هو نفسه الفريق، يعني رجعت انعادت البطولة تبع دمشق، نفسه الفريق بياخذ البطولة. أقل فريق ربحناه كان الوحدة فرق 19 نقطة. ما شاء الله. اي. فهذا الشيء بيثبت انه التحضير الفكري هو اهم بكثير من تحضير البدن. التحضير الفكري طبعا. صرنا بخط ثاني طبعا. شلون التحضير الفكري؟ يعني هلا اول شغله صارت، اول ما جمعتهم فانا كان اهم نقطه عندي انه يتعلموا ثقافه الفوز. يعني انا لاحظت عليهم بيخسروا فرق 30 و40 نقطه، بتلاقي بيحمل حاله بيسلم على اللعيبه وبيمشي وبيطلع بيشرب وبياكل، ولا فارق معه شيء. هذا فكر اوروبي هذا. تمام. لا بس مو هيك. لا مو للدرجه اللي هن كانوا فيها. يعني وصل لمرحله اللامبالاه تماما، يعني هو شيء طبيعي انه يخسر. فكانت اول فكره انه لا، مو شيء طبيعي انك تخسر. يعني انت لازم تصير لاعب وينر، لاعب رابح. فهن بالفعل من خلال التمرين صار في جديه زياده بالتمرين، خلال الحكي اللي عم بحكيه معهم، التوجيهات اللي عم بوجه لهم اياها. فكان مثل اختبار صغير، هي البطوله اللي بلشناها، وبالفعل انصدموا كل الفرق. يعني بلشناها مع الوحده، كانت وقتها 19 نقطه ربحنا، بعد الجيش يلي كان من اجهز الفرق كمان 25. اللعبه النهائيه كانت مع قاسيون، خلصت فرق 40 نقطه. يعني كان الفريق عم يمشي بحاله تدريجيه وصار له اسمه. يعني هذا اهم شيء، انك انت غير كافي انه بس تكون انت عندك ثقافه الفوز، كثير مهم باقي الفرق كمان يتعودوا انه الفيحاء بيربح. عمر الناشئين قديش عمر؟ تحت 16 سنه؟ ايه تماما، تحت 16 سنه. ايه يعني هن، انت بتقدر تقول مواليد هلا هن 2000 2001، فهن عم يكونوا هلا 16 سنه او 16 فوق. بيقولوا هي مرحله حرجه جدا، ايه اهم مرحله بعمر اللاعب. ايه وين بتلاقي نزعاته لهاللاعب بهالعمر هذا كشخص عم يبني شخصيته؟ يعني هو عمر المراهقة. فرقم واحد سن الغلاظة. تماما، يعني مو سن الغلاظة. هلا في عندي كم لاعب غليظ يعني بتمون عليه هون. ايه لا دخيل قلبهم بجننوا. يعني حلاوتهم تنظمنا. يعني انا مني وجر في، اوكي انا ما بقدر الغي له الشغلات يلي هو بعمر المراهقة موجودة جواته غرائزيا. بس انا بقدر انظم له اياها انه هو يضل انسان ناجح، يعني بهذا الشكل، انه ما تأثر عليها دول الغرائز، انه هو تاخذ له من وقته بالشغلات المهمه. في قاعده عم نمشي عليها كثير مهمه، هي في شيء مهم بس في شيء اهم. وقت بيكون عندنا الاهم فنحن بدنا نشتغل على الاهم،
والشغلات المهمة بعدين أو الترتيبات اللي بعد المهمة بيقدروا يعملوها إمتى ما بدهم، بس المهم وقتهم والأهمية هي دراسة ثم تمرين دراسة شغلاتك طبعاً. يعني تأكد على موضوع العلم بالنسبة للفريق عندي طبعاً. ممتاز، لأنه هي بالأساس لعبة الجامعات ولعبة التركيز رقم واحد. رقم واحد رقم واحد، إذا يعني الفريق وقت بيكون عنده ميزة التركيز العالي ومدربه طبعاً معهم بتركيز عالي، فهو عنده أدفانتج على كل الفرق. بيقولوا في لاعب ذكي ولاعب أقل ذكاء؟ يعني في لاعب، هلأ ما حقول على كلمة ذكي تماماً، بس في لاعب يلي هو موهوب، يلي لاعب تركيزه أعلى بالملعب. يعني أنت هلأ مثلاً بتلاقي في عندك لاعب معين بيفوت على الملعب بينخفض مستوى تركيزه، بينما هو برا ناقشه بأي موضوع فهو إنسان كتير ذكي بنقاشه. في عندك لاعب برا ما كتير هو هذا الشخص يلي تركيزه عالي، بس بيفوت على الملعب تركيز غير، لأنه موهبته بتساعده، متعته باللعب غير. فهدول الشغلات كتير بتفرق. هذا هو بيقولوا لك انواع الذكاء، ذكاءات انواع. تماما. طيب بيتحسن الذكاء النوع نوعيا؟ اي طبعا بيتحسن. طبعا بالتمرين كل شيء بيصير. وبصراحه يعني هلا بس دربت في شغلات صرت كثير افهمها. يعني كان الكوتش هادي دائما بيقول لنا بتكون تمرنوا على التركيز. نقول له كيف يعني تمرن على التركيز؟ قلنا انا كل يوم بس ارجع على البيت قبل ما انام في عندي ساعه بقعد بركز فيها وبمرن ذهني. يعني في شيء اخذ جد، يحط نقطة يعني بركز عليها. ما بعرف شو تماما، يعني ما قدرنا نفوت خصوصية الكوتش هادي. يعني كان انت بدك تناقشه ونحن كنا لاعبين ناشئين، مو هذا النقاش اللي انت كتير اخذ راحتك فيه. تمام. خلاص اعطاك المعلومة انت حاش تستفسر اكثر من هي. خلاص انا شخص فهمت عليك. ايه فهلا تماما بالفعل بتلاقي لازم يكون في عندك بوقتك اليومي مساحة لعقلك، مساحة لحتى تركز فيها، تجمع افكارك كلياتها، تطور افكارك، يعني غير كافي بأي مجال عم تشتغل. طيب اللاعب الطويل عن اللاعب القصير بتفرق الاستيعابية والتركيز؟ لا ابدا. يعني هلا هي صارت مثل عادة عنا انه الطويل هبيل يعني بيعملوا لك اياها. ايه لا، في عندك لا بيقولوا يعني بتطول لتوصل المعلومة لفوق مثلا. الاحساس ردة الفعل. لا طلع، يعني مثلا انت اذا بدك تطلع على اهم فريق طلع باوروبا اللي هو منتخب اسبانيا. نعم. فانت بتشوف الليدر هو غازول، يعني هو اطول لاعب بالفريق، هو الليدر، هو الشارب. طويل، شو مترينه 11 عم نحكي نحن، مترينه 13. ايه ما شاء الله. فهو لا بالعكس، يعني وحتى تطلع انت كرضوان حسب الله، انا عم بعطي امثله هلا هون مشان تكون اقرب. رضوان بكل ما تعنيه الكلمه هو قائد فريق، قائد فريق. فهو ذهنه حاد جدا، هو طبعاً. شخص اذكى من البقايا اللي بالملعب، هو بيقدر ينظمهم بالطريقه يلي المدرب بده اياها تتنظم، يلي اللاعب لحتى يربحوا لازم يتنظموها. فلا يعني اللاعب الطويل بالعكس، يعني ما فرق ابدا. بس ما عندك اطوال بالفريق؟ ما عندي. يعني انا اللاعبين اللي عم يلعبوا تحت السله للاسف، وانا قانع بهي الفكره. نعم. فانا وهن عن هذا الصراع الداخلي انه هن ما عم يلعبوا بمركزهم. يعني انا اللاعبين اللي عم يلعبوا عندي هو اطول لاعب هو حمزه الزعيم، هو هذا المفروض لاعب يكون عم يطلع على 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 يعني على الكلاس نفسه تبع فادي الخطيب. يعني هو لازم يتحضر بهذا السيستم بهي الطريقه. انا دائما بحكي له لازم تشوف فيديوهات هذا اللاعب، تعرف انت كيف منظرك بالملعب، لانه مو هذا منظرك بالملعب. احنا هلا عندنا حاله استثنائيه، انت عم تضطر بطريقه معينه تلعب مو بالمساحه اللي لازم تلعبها. نحن مشكلتنا الكبيره انه ما عندنا بيور سنتر. يعني لو عندي لاعب بيور سنتر كانت كتير فرقت النتائج وكتير فرق الأداء والشكل بالملعب. ومع ذلك كنتوا نجوم ولفتوا الأضواء ولفتوا الأنظار. وكمان حأخذ منك تايم أوت، خلينا نشوف جولة الكاميرا الإخبارية ونرجع للكوتش أشرف دركزلي. سلة الناعمات تبلغ النهائيات، والتنافس هذه المرة في صالة الفيحاء، حيث اللقاءات القوية والمضغوطة لتحديد بطل الدور السوري لسلة الناشئات، والفرصة السعيدة للقاء الفرق القادمة من مختلف المحافظات. كانوا البنات كلهم جد على قلب واحد، وما بيربح فريق إذا ما كانوا كلهم قلب واحد وتساعدوا مع بعض. وبتمنى لكل الفرق أنه يعني يحبوا بعضهم، وخاصة بالملعب، وما كل واحدة تقول أنا وأنا. الباسكت لعبة جماعية. مباراتا نصف النهائي وضعتا سلة العاصمة أمام سلة الشهباء لتكون الفرحة في النهاية مشتركة، فالجلاء القادم من الشهباء قد
قدم مباراة قوية أمام فريق الثورة ويفوز عليه بفارق 11 نقطة ب49 مقابل 38 نقطة، ويفرح أزرق الشهباء بالتأهل إلى المباراة النهائية. كأس الاتحاد ما حلفنا الحظ حتى نتأهل، بس بهالشهرين تعبنا كثير على حالنا وتعاوننا مع بعض. كان عنا شيء صعب إنه طلعنا 9 لعبات يعني بسبب أوضاع ما، فهذا شيء كثير كان صعب علينا نحن ك5 لعبات بس يعني عم نقدم شيء كثير حلو. لعبنا كتيم، ديفنس كان منيح وكنا موفقين بكل شيء. نحن هدفنا بالملعب انه نجيب بانيه حلوه ونطلع بفريقنا باحلى صوره، حتى اذا كنا خسرانين من تمع قلب واحد لحتى نفوز. نتمنى من الاتحاد الرياضي انه يشوف منتخب للبنات بأعمارنا بالاخص، لانه عنا يعني بأعمارنا بسوريا في لعبات كثير بتجننوا. المواجهه الثانيه جمعت العروبة القادم من الشهباء مع فريق الفيحاء، وتاتي المباراه متقلبه فالفيحاء الذي تراجع في النصف الأول أمام تفوق العروبة انتعش في النصف الثاني وقلب الموازين وخرج فائزا بفارق 3 نقاط ب48 مقابل 45 نقطة، ويتأهل فيحاء العاصمة إلى المباراة النهائية. هذا نتيجة تعب وجهد كل المدربين اللي دربوهم أول شيء من هنا وصغار، هلا نحن استلمناهم هاي السنة، تعبنا عليهم ومرناهم طول السنة. فريقنا بيمتاز عن باقي الفرق انه نحن معتمدين على الفريق على 12، يعني ما عنا لعبة واحدة نعتمد عليها. كمان بيمتاز بشغلة تانية انه هو اعماره صغيرة، يعني عنا 5 لعيبة هن شبلات ما لهم ناشئات. اول شيء هو فريق جديد، انا مسكته كان جديد طالع، بلشت اشتغل على ديفنس اكثر شيء. ضغط المباريات كثير كان صعب، يعني نحن انه خاصة فريق العروبة لعب يعني جيم يعني 4 جيمات ب3 أيام، يعني كانت مجموعتنا كتير صعبة. منافسات الناعمات شرفت على الانتهاء، وبانتظار تحديد البطل بين الجلاء والفيحاء. مستمرين بالباسكت بريك، ومعنا الكوتش أشرف دركزلي، المدرب الشاب الطامح الواثق اللطيف. بشوفك لطيف بس عم تعصب على لعيبتك بالملعب؟ ايه يعني وعم ينبح صوتك؟ راح صوتي راح صوتي، وهي سبب يعني أنا بعطيك الأسباب. نحن خسرنا نص نهائي مع الوحدة. نعم. هو أول شيء راح صوتي. فهن متعودين اللاعبين إنه الفريق اللي عنده جمهور بيقول لك اللاعب رقم 6 بالملعب هو الجمهور. نعم. نحن بفريقنا لا، اللاعب رقم 6 هو صوتي. كثير يعني بتلاقي وقت بيكتبوا عنا بالصفحه تبع نادي الفيحاء بيكتبوا المايسترو الكوتش أشرف دركزلي. هو بالفعل نحن عم ناخذ هذا الدور، يعني بالفعل توجيهاتي لهم كل العالم اشادت بالديفنس اللي نحن عم ندافعه في كثير. طيب لو قاطعتك عذرا، ولكن وراك تماما هلا دخل رئيس الاتحاد السوري لكره السله الكابتن جلال نقرش، فات عم يعمل جوله تفقديه على منتخب 3-3، برافو عليه، يعني عم يشوف تمرينهم اخلاع جديد للمنتخب. ولكن اذا بتشوفه فيس تو فيس، اول شغله بتطلبها منه شو هي؟ فيس تو فيس والله كثير في طلبات. خلينا اول واحد. اول واحدة ما بصير نعمل دوري هيك بصراحة تبع الفئات، يعني في فرق انظلمت. يعني انا بحكيك على فريق الاتحاد، هو نزل بدون 3 لاعبين كثير اساسيين ومهمين لانه عندهم بكالوريا. فريق الاتحاد المفروض فريق عم ينافس هي السنة على بطولة الدوري. طيب شو بده يعمل؟ امتى بده يعمل البطولة؟ للصيف. للصيف طبعا، يعني انت لازم، يعني نحن عم نشوف قديش عندنا مشكله في فريق الرجال بقصة الاعمار. هلا وقت رحنا اتجهنا على خطوه انه الاعمار الاصغر. نعم. في عندك عالم هاجمت، في عندك عالم حبيت، في عندك عالم ما حبيت. طيب انا بدي اقنعهم انه انا قدران روح بفريق الاصغر، معناته انا لازم انتبه على القواعد تبعي. يعني انا بثلاث ايام اربع ايام يعني شغل منتخب الرجال ببلش عندكم. طبعا 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 اجباري. الاساسيات كلياتها بدها تكون من الفئات. نحن بزماناتنا وقت كانت فئاتنا بخير وفئاتنا منيحه كان منتخبات منيحه. طيب بدنا نعمل بطوله الناشئين او نهائيات الناشئين بالصيف، بيقول لك في لاعب بده يطلع على البحر، ولاعب بده يطلع على الجبل، ولاعب بده يروح على الساحل، وكل واحد بده يروح يصيف، يعني وملزم باهله، يكون عذره انه بده يروح يروح يصيف ويروح يعمل سياحه. إيه؟ احسن ما انت تجبر مدربه، وهي الشغله انا ما عملتها، تجبر مدربه يتصل مع الاهالي يقول لهم عطلوا منكم على المدرسه. انا بخجل احكي هيك مع الاهل،
مستحيل تطلع مني اني امسك التليفون دق لاهل اللاعب قل له اذا بتريد ما يطلع بكره على المدرسه يجي على المباراه. ما طلعت معي ما زبطت. انا قلت لهم اللاعبين منكم لاهلكم وشرط كثير كبير انه ما يقصروا بدراستهم. وتقبلوا اهلهم الفكره؟ والله ليك الاهل طاير عقلهم بالفريق. فيعني يجوا يقولوا اول شيء لا، بعدين تلاقيهم لا منزلين اللاعبين ونازلين معنا يحضروا الماتش كمان، لانه يعني انجاز الشيء اللي صار بنادي الفيحاء. انجاز. طلبنا اول طلب فاذا تغيير موعد البطوله بشكل ما يتعارض مع الحاله الدراسيه. طب نفس الوقت بيقولوا لك فئه الناشئين والفئات العمريه بدها الاكثر من المباريات، لازم يكون بالسنه لعبان له 50 60 مباراه. صحيح. طب اذا ما عملنا بطوله بالفصل الاول الدراسي، بطوله بالفصل الثاني، وبطوله بالصيف، امتى بدها تحقق المباريات؟ ما في مشكله، بس ما تكون جوا الاسبوع الساعه 10 الصبح. ايام العطله. بالعكس اذا كل ويكند يعني كل نهايه اسبوع بيكون نحن في كل فريق عم يلعب ماتشين او ثلاث ماتشات، هذا شيء كثير مهم. بس اما تعمل بطوله مباراه الساعه 10 الصبح، مباراه الساعه 4 بعد الظهر، ثاني يوم 10 الصبح 4 بعد الظهر، وبعدين شرف على النصف النهائي، يعني ب 48 ساعه. كم مباريات؟ اربع مباريات 48 ساعه. 48 ساعه. اي فتخيل انت ما هل كل لعيبه يعني معرضين للاصابات. يعني نحن بصراحه لولا وجود الدكتور خالد زازا انا واثق كان في عندي من 3 إلى 4 لاعبين هن ما بيقدروا يلعبوا نصف نهائي. بس هو عم يلحقهم غذائيا شو لازم يكون غذائهم، عم ينظم يومهم كيف لازم، امتى تكون نومتهم، امتى لازم تكون فيت. حتى اللعب المضغوط وله غذاء مضغوط. ايه طبعا. لا. طبعا طبعا يعني. وبيتحمل النادي ولا اللاعب؟ والله لا، النادي كان متعاون، قدم وجبات بهي البطوله طبعا للاعبين. ايه دللهم. حلو. كانوا مدللين. فاذا نحن طلبين، نحن بدنا إراحة البطولات وعدم تعارضها مع التحصيل الدراسي والدوام المدرسي وابتعاد عن ضغط المباريات، يعني ما يلعب مباراتين بنفس اليوم. والطلب الثالث شو بتقوله لرئيس الاتحاد؟ هلا الطلب الثالث هو بصراحة لحتى حاكيك، أنا بتمنى إنه يصير يلاقوا حل، يعني إنه يزيد دخل اللاعبين ويزيد دخل المدربين. أنا واثق مني ومن غيري لو أنا شخص متفرغ للرياضة كثير 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 بيتغير شكل اللاعب، فكر اللاعب. انت ما عم تقدر تجتمع معهم غير 3 تمارين أو 4 تمارين بالاسبوع. يعني احنا مثلا عندنا حجز هلا بالشتاء ما بقدر اتمرن بالملعب المكشوف غير الصبح يوم الجمعه. بس انا شو حجوزاتي هون بالفرعيه؟ عندي 3 أيام بالفرعيه هي مقسمه للشباب وللناشئين وللناشئات. بتنزلوا من مشروع دمر لصاله الفيحاء لتتمرنوا؟ تمام. روح رجعه. تمام. يعني بدكم ساعتين روح وساعتين رجعه؟ تمام. بهالزحمه يعني. تمام. فالفكره انه يندعموا اكثر. يعني هلا انا فلنفرض المدربين، عم لك لو كان هو شخص متفرغ، يعني هلا انا مثلا حاحكي عن حالي كاشرف دركزلي، يمكن انا هلا بنادي الفيحاء على مستوى سوريا يمكن باخذ احسن راتب كمدرب قواعد، تمام، بنادي الفيحاء. انا للاسف اتصور يعني احسن راتب ممكن يكون، انا هيك بظن، وانا الراتب الشهري هو ما بكفي بنزين سياره بالشهر وموبايلات لتتصل باللاعبين. تمام. يعني كثير في مصاريف اللاعبين. يعني نحن وخصوصي بنادي الفيحاء اضطرينا لحتى نعمل مجهود فردي من عنا، ان كان مجهود معنوي ان كان مجهود مادي. نحن وصلنا لمرحله الفريق عم ينافس وهو عم يتمرن بطابه واحده مطبلجه، هذا الفريق واحد. نفسه. اي نعم. لحتى تحركت الاداره جبت لنا طابات على حسابي مثلا. وغالي قد ايه حق الطابه؟ يعني ما على رخيصه. يعني مثلا مشاهد حب يتعرف هيك يعني انت عم معلومة. تحكي ايه عم تحكي مينيموم 10,000 الطابه الجلد الاصليه؟ لا مو الجلد الاصليه، الجلد الاصليه انت عم تحكي 50,000. 50,000 طابه؟ طبعا طبعا. ايه قد ايش الطابات انت شهريا؟ طابه جلد ولا اقل؟ يعني ايه يعني الله يتم عليك، لا حسد ولا دقيقة عين، ولكن بتستاهل. وإنما الحديث هو فعلا حديث مهم كتير كتير. وجهة نظر القيادة الرياضية بتقلك طب أنتوا كنادي فعلوا استثماراتكم يا أخي، أنا ما فيني أعطي. طب عم نقدر؟ عم نقدر؟ ما عم نقدر. يعني نحن لهلأ مضروبين بحجر كبير، نادي الفيحاء عندكم استثمارات كبيرة. تماما. يعني هيد للأسف. لا هلأ طبعا في نقطة كتير واضحة، أنه الأبتعام ما صار لنادي الفيحاء، الأبتعام صار تابع للمكتب التنفيذي. يعني هلأ أنت كان في عندك 90 مليون يعني بتجيك من الأبتعام، صارت لا عم تروح هلأ لغير محل تماما. نادي الفيحاء ما له شيء من الأبتعام، ونادي الفيحاء صفيان على هالملاعب اللي عنده، وعنده قطعة صغيرة هي لحتى يستثمر فيها.
وما كنا نبلش نستثمر لأنه أنت عندك مصاريف مخيفة لحتى تبلش تستثمر، يعني عندك مستوى الأرض لازم ينزل، إذا شايف مشفل باسل لازم ينزل لنفس مستوى مشفل باسل، بعدين لحتى تفكر بقى تعمل شيء على هي الأرض، فما لها سهلة أبداً يعني. أكيد ما لها سهلة، وبس دائماً اللي بده يشتغل بده يتحرك. طبعاً. طبعاً. الإدارة طبعاً. الإدارة يعني أنا حكيت قبل هن عندهم نظرة بعيدة، هن العالم عم يفكروا كثير لقدام. وعم يخططوا إن شاء الله بشكل صح، يعني أنا أقول طبعاً كمدرب ما بتدخل أو شيء أو كذا، بس يعني هنيك بنسمع صوتنا منيح، بيشاركونا بالأفكار تبعهم، أفكارهم كتير حلوة، طموحهم كتير مهم للنادي، لعيبتي دائماً بينقوا إنه نحن ما عم تقدم لنا، ما عم يتساولنا، ما كذا كذا مثل باقي الأندية، دائماً يعني بقول لهم الفكرة إنه بدنا نكون هلأ إيد بإيد مع الإدارة. بس يصير في عندك نجاح إداري حتما حيلحقوا نجاح رياضي، ودائما لما بيصير إنجاز بتتحفز الإدارات إنه تعطي وتتحمس. تماما يعني الإدارة والمحبين كلياتهم تحفزوا. وخليني أخذ منك تايم أوت التاني نشوف جولة الكاميرا الإخبارية وتقارير الصالات، وبنرجع للكابتن أشرف. الفرح مشروع للأبطال بتحقيق الانتصار وبلوغهم الأمل، ومن يجيد لغة التعامل مع مباراة القمة يستحق أن يعتلي القمة ويحلق في الأجواء، وكأس جديد في خزائن نادي الجلاء. كانت نفسياتنا غير، اخذين ثقة على حالنا كتير كبيرة، ونحن الخمسة بنشكل فريق كتير حلو، عنا جيل بتحدى كتير أعمار، كان دفاعنا كتير منيح وقوي، الوحدة عندها مهارات شكل، فجمعناهم مع بعض ولعبنا تيم واحد، وكنا موفقين بالأوفنس كمان وقدرنا نربح، ويعني كنا مستحق المركز الأول بعد كل هالتعب، وما روحنا تعب الكوتش على الفاضي. هذا الفوز بيعني إنه نحن عم نرجع أيام نادي الجلاء القبل، يعني نحن نكمل هاي المسيرة، مسيرة نادي الجلاء يلي هي أيام البطولات. هذا بيعني إنه سلة حلب لسه بخير وسلة الجلاء لسه بخير. مشوار الألف ميل يبدأ بسلة، والظروف الصعبة في الشهباء لم تحد من عزيمة ناعمات نادي الجلاء، وبالجد والاجتهاد وبالتعاون وجماعية الأداء وتسخير المهارات الفردية لمصلحة المجموعة ولتأتي الانتصارات المتلاحقة. حصيلة التعب، تعب كتير، نحن عم نلعب عنا نقص 5 لعبات، الكوتش تعبت كتير مع الفريق، اللعبات لظروفهم الدراسية ما حسنوا يطلعوا، مبسوطين نحن من كل قلبنا. نحن نادي الجلاء الكل بيعرف انه بيضل بيطلع عنده، ان كان رجال وان كان سيدات، دائما عنده لاعبين ولاعبات بيقدروا بيصلوا للمنتخب سوريا. الانتصارات كانت عنوان الرحله الجلائيه من الشهباء الى الفيحاء، وفي النهائيات تواصلت النجاحات وصولا الى المباراه النهائيه، وفي مواجهه القمه كان الجلاء في احلى ايامه، وبدون عناء تغلب على الفيحاء وبفارق كبير بلغ 29 نقطة ب57 مقابل 28 نقطة، ويرقص الجلاء فرحا بالفوز وطربا بالبطولة. الحمد لله، رغم انه كثير بنات هاجروا من عنا من الجلاء، بس قدرنا يعني في اجت فترة مثل ما بقولوا حصان كبى، لانه ما بقى فيه هالعمر مثلا يقدر يساعد، وبعدين كملنا الحمد لله، ونحن إن شاء الله سنة عن سنة مندعم هدول البقيانين مثلا من الناشئات، ومنرفض السيدات، منطلع بنات من الصغيرات والشبلات، وإن شاء الله منضل نستمر، لأنه نادي الجلاء على طول بالمقدمة، ما أول تاني ما تاني، يعني ما بيفارق منصات التتويج. فوز الجلاء ببطولة دور الناشئات تأكيد بأن المدرسة الجلائية لا تزال ينبوعا للمواهب والبطولات. مستمرين من الباسكت بريك، ومعنا مدرب نادي الفيحاء الطامح الشاب أشرف دركزلي. كابتن أشرف، عم نحكي بالمقومات النجاح والعمل، نادي الفيحاء موجود بمنطقة كبيرة كتير، منطقة لها خصوصية اجتماعية، بيقولوا ناديكم في منجم بشري للخامات السلوية. تمام. هلأ نحن كمان في معي كوتش. ليش تعداد مشروع دمر مثلا؟ والله كبير دمر. ليك ما حأعطيك الرقم لأنه كبير، يعني رقم منيح، حأعطيك المثال أنا لأنه بظن هي النسبة، هذا الأحصائية بتهمك أكثر من النسبة تبع السكان.
هلا انا والكوتش امجد العيش عاملين هلا مدرسه ذوان للباسكت بلشنا فيها. بهي الصيفيه كانت هي بظن اضخم مدرسه من حيث العدد لانه خلال شهرين ونص اشترك فيها 800 لاعب. نعم تمام. هلا انت وقت بيكون في عندك هيك مدرسه هي هي المنجم بصراحه، من هذا المنجم انت بقى بتنقي المواهب وبترفدهم لفئات النادي. 800 لاعب مو رقم مو سهل، رقم مخيف، رقم مخيف يعني اكبر الانديه بسوريا ما في عندهم، ما عندهم يعني. لا 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 800 لاعب، وكان نحن على شيفتات صبح ومساء تمرين ذكور واناث، ذكور واناث تماما. بس هلا عندك المشكله كمشروع دمر. مشروع دمر الولد المدلل، الولد يلي صعب تلزمه، هو ببيته في سيطرة صعبة من أهله عليه، فأنت بدك تجي على التمرين حيكون المدرب عنده يعني عنده تعب وشغل أكثر من المدربين التانيين اللي عم تجي لعندهم لاعبين مثلا من غير مناطق. مشروع دمر مزبوط إلى وضعه وخصوصيته، بس مثل ما عم خبرك نحن مثلا في عنا مشاكل إنه بيجوا في عندك أهالي اللاعبين، طبعا هنا منتقلين من غير محافظة كون مشروع دمر هي منطقة آمنة، فأنت بتواجه هي المشكلة، بتقعد بقى أنت بدك تتحذر، أنا هذا اللاعب طيب هلأ بدي أشتغل وأتعب عليه ورح ياخذ محل رفيقه، طيب يمكن بعد سنة يتركك ويمشي تماما يرجع ويروح على غير محافظة أو شيء. ففي عندك كثير شغلات أنت بدك تدير بالك عليها كمدرب، لأنه ما له مقبول. يعني مثلا أنا لحتى حاكيك عن تجارب مثلا مثل ناظم قصاص. ناظم قصاص السنة الماضية بنادي الوحدة هو لاعب يلعب 40 دقيقة، هو فعليا حرق هذا المركز بالنسبة لباقي اللاعبين. يعني لو كان في لاعبين عم يتشاركوا لهذا اللاعب 20 دقيقة ب20 دقيقة كان هلأ نادي الوحدة مرتاح أكتر، جهز لاعبين أكتر، لعبانين سيزن كامل، لعبانين مباريات أكتر. ناظم هلأ رجع على حلب، ناظم استفاد كلاعب، بس النادي هو ما كان كتير موفق بهذا الخيار تماما. طيب ومع ذلك بالنسبة لكم اشتغلت بنيت فريق، وقلت لي ما عندكم الأطوال ولكن عندكم التيم، اشتغلتوا على هذا التيم. فاجأتنا خلال بطولة الناشئين انه ما شاء الله فريقك بيركض ما بيتعب، شو عم تعميهم ولا عم تدربهم كتير؟ والله ليك القلب يعني والروح هي اهم شيء، والإرادة يعني هن انا ليك لحتى حاكيك شغلي بتضحك شوي. التايم اوتات يلي بطلبها هي لتريح اللعيبه اكثر ما انه يكون بدي غير شيء. تماما. يعني الكوتش هادي كمان زوناته قال لي كلمه، قال لي المدرب يلي محضر مزبوط ما بده بورد للجيم، هو بده بورد بالتمرين، اما بالجيم ما بده بورد اذا محضر صح. اي وبالفعل انا كثير اقتنعت بهذا الموضوع هلا كتمرين كتمرين وكمباريات. اي فبلاقي انه الحلول كلها تاخذينها بالتمرين، اي شغله بتصير معنا بالملعب حياتي ما طلبت تايم اوت لحتى غير رتم الفريق او شيء، بقول لهم روحوا على الحل بي، روحوا على الحل سي، روحوا على الحل دي. بس اغلبيه التايم اوتات بتنطلب لحتى يرتاحوا اللعيبه تبعتي، ف وهن ما لهم كثير تايم اوتات، هن لياقتهم كثير مرتفعه للاعبين، كثير تعبنا على هذا الشيء. طبعا الشكر الكبير بالتجهيز تبع اللياقه للكوتش بلال المفتاح، هو الاسيستنت كوتش معي. الكوتش بلال حتى هلا يعني خدماته عم تتقدم لنادي برده، كمان هو عم يجهزهم باللياقه حتى بجامعه الاي اس تي، هلا هو كمان عم يحضر فريق ركبي، فهو عنده اكسبيرينس حلوه، حضر اللاعبين بطريقه كثير منيحه، والتحضير الفكري اللي اعطيتهم اياه كمان عم يساعدهم بجهدهم جوات الملعب. يعني هي حلاوه نادي الفيحاء انه مجموعه من الكفاءات الشابه، مدربين شبان طامحين عم يشتغلوا بشكل صح، وفي طموح، في رؤيه، في دعم الى حد ما، ولكن دائما الدعم مطلوب بازدياد بازدياد. كابتن اشرف انت لاعب سابق بكره السله وبنادي الوحده وما شاء الله لك ذكريات جميله، شو الخبرة اللي نقلتها واللي خدمتك بعملك التدريبي؟ والله ليك هديك المرة سألني حدا من جمهور نادي الوحدة قال لي انه انت دارسة للتمرين دراسة، يعني بيشوفوا نحن نوع البريس اللي بنلعبه كتير غريب، بيلاقوا انه مدربين باقي الفرق بيطولوا لحتى يلاقوا الحل، وحتى اذا لاقوا الحل بيضلوا متعذبين. الفكرة وقت بيجي لاعب بصير مدرب، وكان مدربه نينا دجراديتش، هادي درويش، هلال دجاني، راتب شيخ نجيب، جورج زيدان، سامر إمام، انت عم تاخد فكر 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 فكر، وبرافو عليك اذا عرفت تجمعهم كلياتهم هدول مع بعض وتعطيهم للاعيبة.
فعندي اكسبيرينس يعني انا بقدر اقول لك اذا قاري 1000 كتاب يمكن ما بيعدلوا هي الاكسبيرينس من المدربين اللي اخذهم. تنوع المدربين وكان مدربين كثير مهمين دربوني، خبره واسعه ومتعدده وشامله. ولكن هلا هن لما دربوك كانوا عم يدربوا فئه الرجال، بس انت هلا عم تدرب فئات عمريه تماما تختلف. هذا الشيء اللي انت بتقدر تنحته وتزبطه، يعني انت بدك تشوف شيء اللي بيوافقهم. هلا للاسف في كثير مدربين بتلاقيهم، يعني للاسف بفوت على الملعب بلاقي خطه انا شايفها على اليوتيوب مثلا على الانترنت، ما حدا بده يشغل مخه بفوت شو احسن شيء اهجم على الزون، شو احسن طريقه دافع على فريق اطفال او شيء او كذا. حلو بس عدل، حط لمستك مشان بس تربح تنبسط، يعني عرفت علي شو الفكره؟ انه انا عملت شيء. فبتلاقيني مثلا انا جوا الملعب بلاقي انه هذا الشيء عم ينعمل انا اوريدي شايفه وعارفانه. فهي الفكره انك انت لا ما لا ما لا ما لا ما له شيء غلط انك انت تاخذ من غيرك. اكيد ما تاخذ تمرين الرجال وتروح تاخذه على الناشئين لانه ما حيستفادوا، بالعكس ممكن يكون شيء سيء، بس انت تفرج عليه، عرف هو شو فائدته، وحاول بقى انت تلاقي بالنسبه لفريقك قلبه بالطريقه تماما، تقلبه بطريقه تناسبهم وتطورهم، وبالفعل هو يكون هذا النقص اللي عندك اياه بالفريق بالتيم، انه النقص اللي هن محتاجينه لحتى يتجرعوا بالتمرين. خليني اخذ منك تايم اوت وخلينا نشوف جوله الكاميرا الاخباريه بالصالات وبنرجع للكابتن اشرف. يطيب اللقاء، لقاء الذكريات التاريخية بين فريقي الاتحاد والحرية في واحدة من قمم مجموعة الشهباء بدور سلة الرجال، وهنا المنافسة على التأهل إلى النهائيات. كل شيء جاهز، تجهيزات كاملة بحيث تطلع المباراة على السليم، والحمد لله انتهت على خير. نحن بنرجع بالأخير ونقول إني مباراة دوري وإجدى لك محبة. صالة الحرية ورغم ضيقها فقد غصت بمشجعي الفريقين، فالعشق السلوي متلازم لدى جمهور الشهباء بلونيه الأحمر والأخضر في زحمة خانقة كادت أن تعكر صفو اللقاء. بس اليوم جيم حلو والجمهور حلو، يعني صار جيمين جمهور جلاء والاتحاد والحرية والاتحاد، جمهور يعني متشكر جمهور الفريقين اللي عبجوا، ونتمنى من اتحاد سلة يعني بلش بقى نلعب أرضنا. وهالفوضى هاي اللي صارت مي طبيعية و... يعني هاي مي مباراة، هاي يعني شو عم نتقاتل نحن، عيب والله عيب. مباراة الاتحاد والحرية جاءت على درجة عالية من الندية والإثارة وقوة الأداء التي بلغت الخشونة في بعض الأحيان وأدت لإصابة بعض اللاعبين، فيما شهدت المباراة تقلبات مثيرة. ويتقدم الاتحاد بنهاية النصف الأول ب35-30. يعني فتنا على اللعبة ناقص، ما لعبنا لا فراس ولا علي ولا نديم ولا فارس، يعني عندنا 4 لاعبين وضمنانين الصدارة، مثل يعني المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لنا. في النصف الثاني تخلص الحرية من أداء أفضل، لكن الاتحاد سرعان ما استعاد التفوق بالتسجيل من داخل القوس ومن خارجه، وينتهي الربع الثالث اتحاديا بفارق نقطة، لكن الحرية قال كلمته في الربع الأخير ليخرج فائزا بفارق 7 نقاط ب72-65. أنا قلت لهم للشباب اليوم إنه الجيم اليوم هي رجعتنا إن شاء الله، يعني أنتوا ثالث سوريا ما أخذتوه عن عبس بمرحلة كأس الجمهورية، وإن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله بخطنا البياني لفوق. فريقين عم بيلعبوا يعني فريقين بحلب كبار، فإجباري بدي يصير هالملحمة مثل ما بقولوا تقريبا، وبس إن شاء الله ألف مبروك فريق الحرية، والله بيستاهل، رجال كانوا رجال. صالة ما عم تستوعب هالجمهور، يعني هي المشكلة، بس لازم بأقل يعني بأسرع وقت ممكن إنه صارت الأسد تجهز، لأني مستحيل اتحاد حرية اتحاد جلاء، حرام هيك جمهور، يعني ما بتقدر تلعب باسكت يعني العالم القاعدة على الخط. لعبة ماي باسكت بول، بس أنه مبروك الحرية، يعني نتمنى ترجع صارت الأسد، لأنه هذا الشيء صار مو مقبول أبدا يعني بالصالة، والجمهورين كان حلوين. رغم ما رافق المباراة فالقمة السلوية انتهت للحرية، لكن ذلك يستوجب الإسراع لتأهيل صالة الأسد الرسمي. مستمرين بالباسكت بريك ومعنا الكوتش أشرف دركزلي. كابتن أشرف، لك ذكريات طويلة وجميلة بالدوري السوري وأهم بنادي الوحدة تحديدا، طيب ليش عم تدرب بنادي الفيحاء؟ ما شفناك عم تدرب بنادي الوحدة. ما سألوك كثير السؤال؟ طبعا ايه كثير، يعني بصراحة كلامي مع الوحدة بتلاقي الجمهور بيجي بيقولوا لي انه اليوم نحن مع الوحدة بس باقي الأيام نحن معك عم نشجعك.
يعني ايه في محبه في وفاء بيني وبين الجمهور اكيد، بس يعني انا في جرح بنادي الوحده لسه ما طاب، و يعني هلا لا هلا عنده مدربين كثير مناح والله يوفقهم، وانا كثير مبسوط بنادي الفيحاء، واللاعبين اللي عندي هلا هن بالنسبه لي مقدسين واهم شيء بالدنيا، مستحيل افكر اني هلا عم درب فريق غيرهم. البلان تبعنا هلا الخطه اللي حاطينها 5 سنين، السنه الجايه يمكن نشوفهم بالرجال ان شاء الله. هذا اللي بدي اسالك عليه، امتى بدنا نشوف نادي الفيحاء بفريق الرجال او بدور الرجال؟ شفناه السنوات الاخيره ولكن ما هالصوره كانت. ما لا صح، يعني هي اول فكره حكينا انه لا مو فريق تحويشه وتجميع، فريق فيحاء، فريق طالع من القواعد تماما. اوكي زبطوا بلاعب طويل، زبطوا بلاعب اكسبيرينس شوي عنده خبره بالملعب، بس فريق الفيحاء يعني ما مقبول. انا كنت عم بلعب انا كان وزني 110 ونزلت معه قالوا لي تسالي يلا كذا وبننزل بنلعب. ايه غلط، كثير غلط. يعني كتراني ظاهره اللاعبين الكبار بالعمر بالدوري السوري، هذا عم يعني مش لاقي لاعبين على مشارف الأربعين سنه وفي منهم لامس الأربعين. تمام، ليش؟ هذا اللي بنرجع بنحكيه، هذا الاهتمام بالفئات العمريه. يعني من غير المنطقي ابدا السنه الماضيه التغى دوري الشباب. انا بالنسبه لي عندي لاعب كمحمد حاضري، عندي لاعب كخليل خوري لاعب نادي طبعا. الجيش، انا هدول بعمل لهم دوري لالهم، بعمل لهم دوري لالهم. ما في لاعبين شباب، اوكي هدول اللاعبين لازم يلعبوا مباريات زياده يرفدوهم بالناشئين، بس انا هدول اللاعبين ما بصير وقفهم ابدا. يعني خليل ولا محمد حاضر هلا بالرجال قد ايه عم يلعبوا؟ ما هي كانت الحجه انه ما في لاعبين شباب، صار في هجره يطلعوا الناشئين. هلا نحن فريق الفيحاء بيقول لك خليهم يلعبوا بالناشئين. لحتى اقول لك شغله، نحن هلا فريق نادي الفيحاء طلعنا اول دمشق على الناشئين، وطلعنا ثالث دمشق تاهلنا نحن والثوره والجيش، كانت بيننا وبين الوحده المنافسه طلعناهم برات اهلنا نحن. لاعبين شباب معي 10 لاعبين هن الناشئين هدول نفسهم، فلا بتزبط يعني بتزبط. بالعكس نحن ميزتنا عن باقي الفرق انه الفريق عم يلعب ناشئين والشباب عم يتجرع مباريات زياده عم ياخذ اكسبيرينس اكثر. طيب دائما السله الحديثه بيقول لك الدفاع او بالفئات العمريه لازم يكون في دفاع مان تو مان، رجل لرجل، خاصه يكون ضاغط يعني تمام. فول كورت بنهائيات الناشئين كنا كثير عم نشوف زون تمام. هلا دفاع المنطقه صحيح. ومتراجع كثير صحيح. لانه المدرب عم يفكر بالبطوله. يعني في مدربين هن منهم عم يعملوا هذا الشيء، في مدربين عم يجبروا يفكروا بهي الطريقه. يعني مثلا بدون ذكر اسماء، هيك مره مدرب من نادي معين هون بدمشق عم يقول انه الاداره قالت له اذا انت ما بتكون منافس على البطوله فالله معك. طب ليش ما يكون طريقه الحكي بالاداره اذا انت ما بتخرج لنا لاعبين او ثلاثه عليهم ضوء للرجال نحن بدنا نرجع نعيد حساباتنا معك. عنا ادارات هيك بتفكر من تبع انك تخرج لاعبين مناح؟ كله بده بطوله، كله عم يفكر بالبطوله. ايه كله عم يفكر بالبطوله، بس يعني على مستوى مهرجانات صغار عم بتصير، فمهرجان وليست بطوله ولا تعلن نتائج ولا وليس هناك ترتيب، بتلاقي مدرب عم يقتل الحكم انه ما صفرت لي وما حسبت لي وقديش السكور وقديش النتيجه وقديش للاسف. تمام يعني. ايه هذا غلط كثير كبير. ما عندنا ثقافه المفهوم الرياضي الحقيقي. لا ما عم اقول لك، يعني كل مدرب هو عم يفكر فقط بالبطوله. يعني احنا من العالم دافعنا زون، بس نحن الزون تبعنا يعني العالم كلها عم تحكي فيه بعد البطوله. الزون تبعنا كلياته دبل تيم، كله ركض جنان يعني في مساعده، في تحرك مو جامد، ما في لاعب بالاوفنس يمسك الطابه، ما في فوق راسه لاعبين عم يدافعوا عليه وعم يضغطوه، ما في شيء اسمه لاعب فاضي. يعني هذا اللاعب مستحيل يقدر يعطي اسيست، اللي هو مضغوط يعطي اسيست مباشر للاعب ياخذ باسكت، اي فرصه بالنسبه له هي مسكره، فكثير كان عم يكون فيه ركض. المانتوما بالنسبه لنا صار شوربه، يعني انت وقت عم تدافع بهي الطريقه فتعقل الفريق انه دافع مان تو مان بيرتاحوا انه هذا الديفنس الاسهل بالنسبه لنا. وقت المدربين اللي عودوا فرقهم على الزون، شفت مواهب حلوه، مواهب النهائيات ايه كثير، في نادر من حطين كثير عجبني هذا اللاعب، مواليده 2001، عنده فوت وورك بزحي العقل، طوله منيح طبعا، هو تحت الباسكت بيلعب. نحن يعني صايره اللي عم يجذبنا هو اللاعب تحت الباسكت لانه بنفتقد لهذا الشيء. في لاعبين كثير مناح طبعا، من حلب في ناظم، وفي الياس عزرية من الجلاء، ناظم الاتحاد طبعا، من الطليعة في لاعب كثير عجبني طبعا الشام، البلاي ميكر طبعا هو لاعب مهم، بس في لاعب هو بيلعب 3-4 برام، يمكن جميل برام، هذا اللاعب انا هلا عم اقول لك وتذكر حكي بعد 5 سنين،
هاد اذا بينشغل عليه صح وبيتعب على حاله صح حيكون لاعب كتير مهم بسوريا ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفه سوا وبنفرح بوجود هيك خامات بالمنتخبات. رح نحكي بالمنتخبات ولكن خليني اخذ منك تايم اوت نشوف جولة الكاميرا الاخبارية وبنرجع. المسابقات المحلية إلى البطولات الدولية، ويبدو أن مرحلة بناء المنتخبات أو العودة إلى منتخبات الفئة العمرية قد بدأت قولاً وفعلاً. الاتحاد السوري لكرة سلة وبعد تجربته الناجحة بتجديد منتخب الرجال يبدو اليوم متحمساً نحو الإقلاع بسلتنا انطلاقاً من الفئات العمرية، ويعلن عن مشروع المنتخب الوطني للناشئين لفئة ما دون 16 عاماً. خطوة المنتخب الناشئ تأتي في وقتها، خصوصاً بعد انتهاء مسابقة دور الناشئين والتعرف على المواهب الواعدة والصاعدة، وها هو ينتقيها ويدعوها إلى المنتخب الجديد. منتخب يبنى على خامات وقامات لافتة وقادمة من مختلف المحافظات، والانطلاقة ستكون من المعسكر المركزي في صالة الفيحاء مطلع نيسان القادم. لحسن الحظ إن إقلاع المنتخب يأتي بعد إنجاز بطولة الدوري المحلي للناشئين، ما يعني بلوغ اللاعبين الجاهزية البدنية المطلوبة إلى حد كبير، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقررة في طهران منتصف نيسان القادم. ولكن هل يكفي أسبوعين فقط لتحضير أحد أهم منتخباتنا الوطنية لتمثيل الوطن في بطولة مؤهلة للبطولة الآسيوية؟ عم تحكي عن مواهب حلوة كتير كتير شفناها، وتحكي انه ممكن نشوفها بالرجال ولكن ما بدنا نشوفها بالمنتخبات. في منتخبات فئات هلا في منتخبات، هلا في منتخب لل2001 نعم، وفي بشهر 7 كمان عم يقولوا في منتخب للناشئين وكمان في شغل كتير منيحة حتزيد عدد المباريات، عم يقولوا في كمان مهرجان رح يساوي للشباب والناشئين كمان يزيد عدد المباريات، فهي نقطة كتير مهمة. حلو كتير هالكلام. طيب عم تابع دوري الرجال، وبما انه انتم حاطين ببالكم وتصيروا بدوري الرجال فلازم يكون عندكم رؤيه. تماما. مستجدات دوري الرجال شفنا مؤخرا تغيرات مدربين، دخلت كانت بالفوتبول هلا صارت بالسله. تماما. شو رايك بخطوه نادي الجيش؟ يعني استبدال مدرب خالد ابو طوب بالمدرب هيثم جميل. تمام. هلا الكوتش هيثم كوتش كثير مهم. نعم. يعني هو كوتش اكاديمي، كوتش محبوب من قبل اللاعبين، كوتش عنده يعني بتحس ورقه ما بتخلص. نعم. دائما في عنده ورقات جداد. بس هلا رح اقول لك طبعا الله يوفقه، وانا كثير بحبه الكوتش هيثم، هو صاحب فضل كثير كبير علي. نعم. ولهلا انا زلمه دائما باخذ نصيحه منه، وفي لعبة الوحدة اللي لعبناها بالشباب كان هو مقابلها على الخط، قلت له أنا بيكفيني فخر أنك أنت مقابلها على الخط بغض النظر شو ما كانت النتيجة. طبعا هو ربح وحدة وأنا ربحت وحدة. هلأ الخطوة هقول لك أنا بقى حتجي لأني أنا مدرب شاب. نعم. يعني الكوتش خالد اشتغل وعمل شغل كتير منيح، بس في شغلات يعني الفريق ظلم المدرب. يعني بتطلع أنت بلعبة الوحدة اجت فترة كان عم يلعب رامي مرجاني، انس شعبان، حكم عبد الله، وسام يعقوب، رضوان حسب الله. قديش عمره؟ اصغر لاعب بالفريق مولد 83، يعني اصغر واحد بالخمسة اللي بالملعب عمره 34 سنة. فما بدك تطلع انت على المدرب، انت بدك تطلع انه في مشكلة، يعني عندك مشكلة، انت في عندك خيارات، في عندك لاعبين شباب، بس في مشكلة انه ما عم يقدروا ال 40 دقيقة يكونوا متواجدين بطريقة صح. فهي اذا كانت خيارات المدرب فهلا هو عم يراجع. إصابة طارق الجابي هي اللي كتير طبعا كتير فريق دينامو الفريق. طارق هو الروح تبع الفريق. يعني شلون مجد عربشة بالوحدة؟ طارق الجابي بالجيش. يعني تتخيل النادي الوحدة عم يلعب دون مجد عربشة؟ مو لأنه ما في لاعبين بإمكانياته، بس روح الفريق. روح. نادي الوحدة بياخد البطولة؟ يعني أخذ الكأس، كنت متوقع يفوز بالكأس. ليك من أول ما جابوا جميل صدير وهي انتهت كل مشاكله. جميل لاعب بالنسبة للدوري السوري، هو يعني توب، هو بتقدر تعتبره لاعب بروفيشنال، لاعب محترف. يعني انت كيف وقت كنا ندفع مصاري ونجيب لاعبين محترفين، جميل بالنسبة للدوري السوري هو لاعب محترف. ليش؟ عنده اوبشنز، يعني عنده ميزات جوا، ما يعني انت وقفت له شوطه وعنده دخول.
عنده خيارات وحلول، خيارات وعنده اوبشنز يعني. يعني مو انه والله مثلا مثل بتلاقي شوتر اذا وقفت له شوطه هو وقف، صار بس لاعب سلبي عم يلعب باص. هو لاعب عنده الجام تبعه، عنده الريباوند، عنده الاسيست، عنده السكور، لياقته المرتفعه، حماسه بالفريق. توقعت فوز الوحده بكاس الجمهوريه؟ واضح واضح. والاتحاد صراحه، الاتحاد نادي الاتحاد عامل شغل. هلا نحن الفكره لحتى لك شغلي، قصة انه عم لعب بالشام هي عم تظلم باقي الفرق. تماما. يعني انا وقت عم بتطلع انه مو بس مستوى فني، طب انت كمان في عندك نادي ما عم يلعب على ارضه، نادي انصاب من عنده المخ تبع الفريق اللي هو علي، علي دياربك. تماما. هي نقطه كثير مهمه. ايه بس يعني ما حيكون عم يلعب مثل علي يلي بنعرفه هو راجع من اصابه. وانا كلاعب كنت بعرف انه العالم كلها عم تشوف عم تطلع من فوق عم تقول طاب علي، بس لا، هو علي عم يموت من وجعه بس هو بده يلعب بالمباراه. كلاعب انا كنت بعرف هذا الموضوع، يعني بيصير معنا تلاقي مصابين وعم نعرش بدنا نفوت نلعب وما بنعرش مشان المدرب ما يطلعنا. ايه فالاتحاد عم يشتغل كثير شغل حلو مثل ما قلت لك، مثل ما انظلموا بالفئات فهن كمان عم ينظلموا بالرجال. لا، ليش ما نطلع نلعب بحلب؟ ليش ما كل فريق يلعب بين جمهوره وعلى السلات اللي عم يتمرن عليها وعلى الجو اللي هو متعود عليه؟ هلا حلب حاليا ما في صاله تستوعب الجمهور، يعني خلينا نحكي بمنطق. تمام. حاليا صالة نادي الحرية برأيك هل هي قادرة تستضيف مباراة وحدة واتحاد وهي صالة تدريبية ما في غير؟ يعني امبارح كده عم شوف اتحاد وجلاء والجمهور واقف قدام الخط عزي تبع الملعب. تمام. امبارح كانوا عاملين بس مباشر. اي طالما عم يلعبوا الاتحاد والجلاء يطلع الوحدة يلعب هناك، وين المشكلة؟ وين؟ ابدا ما لي شايفة مشكلة. ابدا ما لي مشكلة طالما انت مخليهم يلعبوا بهي الظروف بحلب، معناتها هن من حقهم يلعبوا بهي الظروف ضد الأندية الثانية. ليش ما الكل يكون نفس التجربة؟ ليش ما الكل يدوق من نفس؟ مين وين بتلاقي الأمياز، سلة دمشق ولا سلة حلب؟ حلب حلب حلب. أنا كثير ليك، أنا كثير بحترم حلب، يعني عالم محترفين، إيه ما كان الرياضة، صناعة، تجارة، كل شيء، عالم بيهتموا بأقل التفاصيل، عالم بيحبوا الشيء اللي عم يعملوه. وشوف على فكرة كلهم عم يحكوا انه مثلا هي الازمه يلي بحلب، انه رغم الظروف يلي عم تصير بالازمه بحلب، لا انا بتطلع لولا هالظروف ما بصير هذا التميزات. يلي هن مثلا منتخب حلب لمدة سنتين عم ياخذوا بطوله منتخب حلب للاشبال وللناشئين. البعض لاموا نادي جلاء انه ببطوله الناشئين ليش ما اخذوا مركز، طلعوا رابع، انه يعني اعتبروا انه اداره مقصره، انه معقول نطلع لا 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 لا. ليك الله يعطيهم العافيه، فريق بجنن. انا مدرب بحبه، وهلا كمان عملت كان في مقابلة على الرياضية، فرح أقول لك نفس الحكي اللي أنا كتبته يلي واسانا نحن كفريق، وأنا واساني أكتر أنه ما أخذنا مركز أول. أنا لعبت ضد المدرب يوسف من أول الموسم، وأنا كنت عم أقول له لفريق من أول الموسم قبل ما بلش المباريات التمهيدية، أنا عم أقول لهم أنا حابب ألعب ضد هذا المدرب، الفكر يلي عنده أنا كتير بحبه، طريقة تعامله مع اللاعبين، طريقة حلوله بالملعب كتير بحبه. انتوا رغبتكم الدوري وانا رغبتي الدوري، انتوا طموحكم يمكن كل لاعب عنده طموح معين، انا طموحي اربح هذا المدرب وقت العب ضده. وهي الشغله واسطنا، يعني التقينا نحن معهم بالنهائيات، كانت اخر ماتش خلصت فرق كبير 102-65 لانه كنا عم نلعب بالاحتياط انا وياه، بس وقت اجت على الثالث كانت الجد وبيضوا الشباب. بيضوا وربحتوا للجلاء، بنقول لكم مبروك، وبنقول له كمان مبروك للجلاء لانه ما زال وجوده بين الاربعه الكبار، ما زال مكانه ضمن الاقوياء، ما زالوا عم يشتغلوا. مبروك يعني مرحله الجلاء، مرحله سله الشهباء، ومبروك لسله الفيحاء. الله يبارك المركز فيك الثالث. الله يبارك. الوقت مضى بسرعه، سلم لي على بالفعل معك 24 ثانيه، في شيء ما حكينا؟ يعني بس بدي اقول شكرا لاهالي اللاعبين، هن رقم واحد بهذا الشيء اللي نحن ساوينا، دعمهم ومحبتهم كثير كانت مهمه. وشكرا لك استاذ مالك، الشكر كثير كبير لك. نحن من 15 سنه انا كنت عم بقرا جريده الرياضيه وقت كتبت علي كلاعب ناشئ، وهلا انت بعد 15 كنت سنة. ناشئ وين وقتها كان عندك سمه الوحدة. لا، وكان في سمه اول لاعب ناشئ يمكن بيلعب بنادي الوحده. تمام تماما، وبيلعب على مستوى اسيا. مزبوط. وهلا عم تحكي معي وانا مدرب ناشئين. كنت نجم بالملعب كلاعب، وهلا نجم بالملعب كمدرب، كسبناك مدرب وطني شاب طامح ناجح ان شاء الله، مكسب لسلتنا، مكسب لنادي الفيحاء، وان شاء الله اللقاء الجاي بيكون بنادي الفيحاء، بصاله نادي الفيحاء، لانه نادي بيستاهل، نادي ضمن قطاع جغرافي كثير مهم انه يكون عنده نادي يستوعب هالمواهب للذكور وللاناث.
شكرا لك كوتش أشرف دركازلي مدرب نادي الفيحاء، وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوع المتخصص بكرة السلة باسكت بريك. من هلا لوقت تبقوا بخير، وسوريا بألف ألف خير.